Je te blast et que bête l'émission. Tout de suite, à des nouvelles générations. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak al Hanej dit ma hadra ma yabdachi. Merci. Dali, Dali Tounsi. Barsha énergie, ah oui. Jamila tel Farik, هذه يا ديال العسلي. Marou el Mouzayen, aqwa mouqalad ya fanan. Ahmed el Ajimi, ma tenseh, la yedouane. Ah, voilà, Nadouane. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. IFM, nouvelle génération. Tarak El Hanaichi. IFM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الخميس 26 أوت 2021. موعد جديد من نوفيل جينيراسيون من توا حتى لتسعة متاع الليل. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كانكم في الكيس يسروا رواحكم واحدة واحدة في خدمكم ربي عينكم. تجمعوا تابعونا على شين يوتيوب IFM TV ولا على الباج فيسبوك راديو IFM. واصلين كالعادة نفس القيادة على يميني مريم بوزين مونغا تي مونغا سور عاستما. مرحبا بكم في نوفيل جينيراسيون من توا حتى لتسعة متاع الليل. نحب نشكر الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا وقاعدين يساندوا فينا. ونحب زادا نشكر الناس اللي قاعدين ينقدوا فينا. مادام وسع باله وحط كومنتير باش ينقدنا سيكو يحبنا شويه سيكو يسمع فينا ديجا. الانيقه اللي ديال عسلي. هلو هلو مرحبا بيك طارق ومرحبا بالعباد اللي تسمع فينا الكل وسورتو العباد اللي في الثنيه توا بنغوت. احمد العجيمي اهلا وسهلا. طارق حنيسي وجميع المستمعين للفيرجن راسيون من 7 الى 9 كالعاده اهلا وسهلا. ذي الجندوبي كذلك مرحبا بالناس الكل وربي يفضلنا احمد العجيمي. علاش هكاك انت على الدخله ربي يفضلنا احمد العجيمي. شبيك انت شبيك دخل تعرف التريب شنو انت سمعتوا راس على الجرده ماكي شكر الملك في المغرب هذا اسكم دراب ونحب اسكم دراب شكر المغرب البارح كي ذي قال لك باش نغيروا باش نغير تغيروا يفضلك انت ما حسيتش بلا ما هبطلوش البريكو انا غزيت قررت باش نغير قوي صحيت هبط برهوم في الموزايك شمات اللي ذي شمات سافا العجيمي الحمد لله. طارق سامحني سامحني طارق سماح ماك تعرف الايامات هذيا وليت نتسائل ياسر انا وكل شيء وعندي برشا اسئله فما حاجه ما فهمتهاش طارق تو الماء اللي نشربوا فيه مروان ما لاحظتش اللي هو حاجه غريبه ياسر كيفاه لا عنده مطعم لا عنده لون ولا عنده شكل اي وتعيش بيه صحيح كيفاش معناه بالحق حاجه ما عندهاش شكل طارق هي حكمه اما خلي يجاوبوك الاولاد قبل ما انا انا ننصحك والله برافو احمد ها الور لا معناها قاعد تفيد في المستقبل خاطر طارق الماء معناها حاجه ما عندهاش شكل تحسها حاجه خياليه اما مش ماس سباله من غير مطعم ماس سباله عنده شكل ومطعم لون ماس سباله مربع متفاهمين نحكيو على الماء معناها خاطر ماس سباله مربع ولونه اصفر مال مكشتي متفاهمين اما انا ننصحك خذ موقف واقطع خذ موقف حاجه كيما هكا لازمك تقطع مروان عندك تدخل قبل الاجابه العلميه علمي علمي انا باش نشوفه بالعلمي زيد فما ماتيير سكون ابل الهاش دوزو الهيدروجين والاكسجين فوالا الهاش دوزو هذوما انا كنت صغير في بالي رابور وي من بعد نفهم اللي الهاش دوزو هذا يروي وبيان سور هو الماء شنو هو 2 مول من الهيدروجين فوالا ومول من الاكسجين مول بالطبيعه ما يمشيش مخك للسبونسرات ولا بابا دكتور في شيمي ما لعبش استنى هذاك هذاك درس كامل تقعد حياتك الكل او دو يعكر ماء الجير اسيد باز حتى شيء كان اللي هو يعكر ماء الجير اكهو اكهو طارق انت قلت مول وليدي عم تصويفها بالوقت هذا جوي راه اسيد باز بابا دكتور في شيمي معناها ما نلعبش دونك اجا نقول لك علاش مثلا انت قلت لي ما فيهش لا مطعم لا رايحه لا لون لا حتى شيء اللون الحكمه الالهيه ما فيش لون مثلا لانه الحيوانات اذا تصور انت الحيوانات اللي في الماء يمسوا الماء اذا كان بلون اخضر مثلا يوليو كلهم فرد لون كلهم يوليو يتصبغوا عباره انت مثلا بترول هبط في البحر يمسهم كل يوليو باللون هذاك فيكس عندي الطعم علاش ما فيش لا طعم له تصور انت مثلا الغله اللي نغسلوها بالماء والماء عنده طعم تقول لي الغله لكل فرد مطعم فهمت والخضره كل فرد مطعم تصور جاب ريحه انت مثلا تصور انت مثلا تغسل الخضره بالزيت ريحتها الكل تولي الزيت هذيك الحكمه طارق عندي سؤال اخر فلسفي شويه سامحني فلسفي شويه احنا الانسان نعيشوا في الهوية ما نشوفوش الهوية ما نعيشوا به اما نشوفوا الماء اي والحوت يعيش في الماء معناها ما يشوفش الماء دونك يشوف الهواء اي صحيح ولا اي معناها يشوف الهواء الحوت اي معناها ما عنديش اجابه دونك تعطى فخر دونك تو تويت لو كان خويا لو
لو كان ذي حسيتك حسيت تحب تتدخل في المية ولا حاجة؟ ليه مش بحكيت المية بحميد لأيامات برجولية مبهرني على الأخرى انا زاد ما فهمتش شكون يخالط شو السر؟ تعيش يجي كفر من برا وقاعد ليه فهمت شكون يخالط هالنهارين التساؤل طارق تعيش بيه نعيش بيك قديمة ولي هو راهو كان الأسهل متاعه ذو ما ساعة يديهم ومعنته يولي وكل يوم جرة الروبريك متاعك إيماجيناسيون راهو عاد بتلقى روحك مكنتر لوطة مليا خاطر احنا ماخذينه على قد هكا عملت روبريك طارق ايماجين كان اخوة ايماجين تعذية جندوبي مش نحكي فيها كي قلت بكريكا الحيوانات يشربوا الماء ديريكت عديت قدامي تصويرة متاع سيمبا تذكر سيمبا قادم سيمبا جاي هدنة مائية هدنة مائية يخياف الحيوانات الكل يشرب بيه لو كان لو كان شبيبة تولي الحياة العيشة بلاش فلوس لو كان الدنيا تولي بلاش فلوس كيفاش نوليو نعيشو تولي رخيصة معناها شو؟ تولي رخيصة اي والله تولي لو كان لو كان لا جيمي الحياة تولي ما عادش فما فلوس يا اخي في بالي مش الروبريك متاع لو كان اي في الايماجيناسيون والله ايش خاص وين الفلوس؟ اه فما فلوس اه انت بتبيعتك ما فماش ايش مش فلوس لا مش انت الدنيا الكل تولي تولي بلاش فلوس معاش شد مد يا احمد صحيح فما فلوس في الدنيا توا ويني في اللحظة نعرف شبني عمري مريت اسمع راهو كيف هكي في المية من غير مطعم البارح وانتي سابقني ما حسيتش حطيت لك حاجة في جيبك تلاني حتى حسيت خاطر وقفني حاكم بعد يسأل فيا على الفلوس وين في السوق الموازية اي السوق الموازية كيما كيما أطراف كيما بعض الأطراف بعض الأطراف اي هي بيها راهو كان تولي معناتها ما عادش فما فلوس وليو بالكلمة ما تجيبش تخلص عبد تعطيه كلمه وكها وما انت هاكا متفاهمين فهمت يوليو الدول الكل تولي لابس عليها برشا فلوس برشا كلمات برشا كلام عيشوا لابس عيشوا لابس عيشوا لابس كان تونس تونس كلمه الفقر العنقود زي هو في تونس ما لهاش قايمه هي في تونس بالكونترا وفاشله فهمت بالكلمه صحيح هي كونترا وكلمه وفاشله وشفت شفت بيغ كو سا حتى بالبونتاج معناتها جمله اما فما برشا حاجات بوزيتيف طارق يتنحوا الفلوس يا اخي انت علاش تكون مخبي فمك اه خاطر حاطط من قبيله يدك هنا فما حاجه مخبيها ولا شنو على الماء طارق تو تصور بحق في برشا حاجات بوزيتيف كي تنحى الفلوس الخطبه مثلا كنت تمشي تخطب يولي ما عادش يقول لك ايش عندك اي يولي يحبوا على راجل بالحق يحبوا راجل بحق يولي الفلوس ما عادش عندها قيمه تولي صح مش فلوس في انت مروان كيفاش نولي فما جمله مثلا مش فما مثل شعبي ديما يقول لك علي يا اخي مخلص الكرويه تنحى الفلوس تولي بالرسمي كرويه خلص كرويه ايماجين العالم نوليو نخلصوا كرويه أي. اما الكرويه كمنش تجيبها صحيح لازمك فلوس باش تشريها باش تشري الكرويه تولي الدنيا الحياه بالميرسي وي بيه على قد ما فهمتاتي حاجه تقول لك ميرسي تقول لك البنات ساعه كي تولي تحكي مثلا على خطيبه تقول لك نشوفوا كيفاش يقول ميرسي ميرسي اللي لابس عليه يقول ميرسي والفقير يقول يرحم بوك مثلا تقرا انت ايتود عن بروف اخر الشهر تقول له ميرسي 30 ميرسي صحيح 30 ميرسي وباخي تلقى شكون يحسب له في قداش فما من ميرسي يا ربي قداش يدخل من ميرسي في الشهر معناها كي تمشي تاخذ مرسيدس تقول له ميرسي كي باش تكري سامبول كي تاخذ بيجو بياجو بياجو قول له يرحم بوك يا اخي قبل الدنيا كانت هكاك يرحم بوك يرحم قبل الدنيا كانت وقت الديناصورات بالله عجيبي تو مثلا قبل ما يموت اول واحد اش كنت يقولوا براسك يرحم والديك قبل ما يموت اول واحد هما قاعدوا يستناوا لي يموت 30 واحد صحيح ليه قول كلمه كي مات اول واحد استناوا لي يموتوا مليار قالوا من هنا اللي يموتوا برشا تلقاو كلمه باهيه خرجت الله يرحمه باي ليديا في البنك مثلا الرهنيه شي تولي الرهنيه يولي يخلي واحد من صغارهم اصغر واحد من العائله حتى يشوف في البنك ويدكيهم وي وي لطف معناها باش يجي معناها جي نهار والبوانيت ميرسي باش ينفعونا هيدها تقول البوانيت ميرسي محطوطه اما فما حاجه يا اخي علاش البوان ميرسي كي تعدي بفلوسك يشد برشا الترواجي كي تعدي بالبوان ميرسي معناها ما زلت كي عديت وفيت يا رحمي اما باركونت ترقي تنحل فلوس الانستغرام يولي ما عادش عنده قيمه وي مثلا ليدي عندها 300,000 تو على الانستغرام تجيب في السبونسور لا 340,000 ما عادش عنده قيمه يقول لي هي عندها 344,000 هي عندك كل الاربعه الاخرى ما تحقر انت حقر اللي عندك معناها صحيح معناها يولي ما عادش يجيب سبونسور تار ابو بتبيع يولي الخلاص ما عادش جيمات جيمات يولي جيم ما معناها تز 40,000 جيم تصرفهم ميرسي تعيش بهم معناها انا وانت معنا باش نعيشوا صحيح ونموتوا تار والشيكات يتصرفوا جد صحيح يا يا اما تارق هو شنو معناها الكلام هذا التفسير الصائب
للكلام اللي انت كنت تحكي فيه كي تتنحى الفلوس سيدي شنو باش تولي الحياه؟ باش تولي سيرفيس، معناها كلمه سيرفيس باش يتنحى. خاطر هي احنا علاش فما فلوس؟ خاطر فما سيرفيس. مثلا كي انا نصنع كهرباء كيما قال لك الوي ما باش نبيعها، باش نبيعها انا نقرا، علاش نقرا باش نعمل فلوس؟ باش نعمل فلوس. دونك يتنحى سيرفيس باش يولي كل واحد يعمل على روحه. تاع مثلا الحوات باش تتعدى تشري من عنده حوت، باش تولي ليه تمشي تقول له خويا اعطيني حوت، تقول لك خويا هاوك البحر. معاش عنده علاش يتعب هو؟ عادش علاش صحيح، اما هو عاد ريتك يرحم والديك هذيك باش تخلصوا يهزها معاه. معناها هو كي خذي خمسه يرحم والديك نهارتها يمشي يا اخو يقضي بخمسه يبدا سيرفيس خايب. طارق تقول له كيف السيرفيس خايب تقولش يرحم والديك يرحم بوك. واحد بركه واحد بركه صحيح. هو الحياه الكل ظالي باش تولي كيما في لي جو فوق يبداو مفاتح ولا ديك. على قد ما تعمل حاجه خايبه ما انت تنحى لك خايبه، وعلى قد ما تعمل حاجه بيت تزيد لك واحد. انا فما واحد قال لي انا راني نخدم في الخدمه هذه على رحمه الوالدين. برشا هذا من الخدمه وخذ 500000 على الوالدين. باش معناها بالرسمي تو باش تولي على رحمه الوالدين بالفم والملا. هو الوحيدين اللي يخدموا على رحمة الوالدين في تونس في دومين ارتستيك تار. اي الكل على رحمة الوالدين. اي من اجل الفن. اكثر عباد تخدم فيها التاسعة على رحمة الوالدين. بالحق التاسعة راهو فهموها لو كان هذايا اول عباد ربي. اول عباد تخدم يقول لك رحم بوك وتخدم. باهي العجيب انتم تو كان معناها باش نبدلوا الحكاية هذه، انتم هنا معناها انت ما عادش نخلصوك فلوس. شنو تحب تاخذ ميرسي ولا يرحم والديك؟ مرسي ماذا بيه مرسي ماذا بيه ماذا مرسي خاطر أبرامو بيه فوق المليون. يرحم بوك ليه وليه. فما كل كلمة نقولوها لا صح على بركة الله وفيك. ذيك باش تولي مدي ولا أكثر من لازم. أما توك باش تنحى الفلوس كيفاش ندبر خدمة أنا و... ما عادش تولي فما خدمة تولي تعمل اللي تحب بيك باش نحرق فوق كيفاش نفضها. يرحم والدين والديك. معناتها انا بيدي قضيتي نتاع البلديه ومتاع القباضه باش نولي نشد الصف. على عندي كيفاش مستنس؟ لا والله فما عندي عون صديقي ديما قهوه، اما خاطر يحبها قهوتي عون بلدي مش على حاجه. ياخذوا فيها انت ملاكه؟ لا فما قهوه بحذا البلديه في الدوره يحبها على خاطر معها بتيديش. اما توا في الخطبه ما عادش فما كلمه عايره العجيمي نتاع شوف هذيك شكون خذيت، شوف هذيك خطيبه يقولها ميرسي وانتي جابت لنا واحد يقول يرحم والديك باش تقلب هكا ولا لا. قال لك الاخر مسكينه جا واحد ديما يقولوا له يقول صحيت صحيت. عندنا الكومنتير اللي مش عندكم تصويره وتعلقوا عليه، عندنا تصويره في عرس ابارامون. فما واحد يظل يلبس لبسه غريبه هذه الكون. شوفوا الكومنتير نتاعكم على التصويره هذه. قديش ديما نخاف كي تقول فما تصويره نحس واحد فينا. لا 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 تقول فما تصويره. انا قلت لكم لبس لبسه غريبه هذه ابو العروس زعما علاش العجيمي مشى هكا راضي على البنيه على الاخ. راضي عليها على الاخ، راضي على العرس على الاخ، وجاي العروس فرحان ظاهر منور ولده. علاش فسر لنا العجيمي الصوره باش اللي يسمع فينا مش يتفرج في ام تي في يفهم شوي. بو العروس انا تحليل نفسي تحب ولا تحليل شنو؟ اعطينا تحليل للصوره ذي بعد دي تحليل نفسي العجيم. لا بو العروس حاب يجبد الانتباه. لا لا اوصف لنا الصوره للي يسمع للي يسمع فقط. تصويره في صاله افراح الناس كل لبست بشا كان بو العروس ترسنو. تو العجيمي تحليل نفسي للصورة. تحليل نفسي طارق حسب ما كيفاش حد يديه على حزام ويغزر يضحك مضروب في مرت ولده. كونتر انا لا ظهري ما مشى يطلع مش بول عروس جمله واحده، ظهري مشى يطلع الاكس نتاعها. اي صحيح بس ذاك اللي متحلف فيها برامو ذاك اللي حبته كيبوها. لازم راه ينجم يكون عابدك اللي متعدي ويخليك تصدق اللي انت تابع العرس وجيت تصور معاك ودي ما تنجم تقول له شيء. اما تورس يوم ما تصورش خليه يدخل. ظهري مشى العجيمي في عرس على الشيبي. صحيح. بس قعد خلى كيكه. انا واحمد كيكه راهو نتعداو على اي عرس. وكنت كم ست تابع العروسه ولا تابع العريس. انت فرحان بروحك تحكي فيها. فرحان بروحك الناس تبعث لي. والله الناس تبعث لي. مره شدونا العروس والعريسه الزوز. تابعين شكون؟ قول لي تبع الفرقه. يا طارق انا حاسس ما فهمت من الصوره واللي هو الاقرب الى الواقع. وانه ابارامون قعد مع جماعه الفرقه قبل ما يطلعوا يغنيوا. خاطر معروفه جماعه الفرقه قبل ما يطلعوا يغنيوا ما يسخنوا. دونك يطلعوا فهمتني شاربين برشا جازوز، شاربين برشا قهوي تي وقهوي وكذا. دونك ابارامون لحمو فهمتني اموره طلعت بهيك لسانك. ابارامون مروين في سبرهم علاش؟ على خاطر في التحليل العروس والعريسه والعروسه والام يضحكوا يضحكوا. والله مروين يضحكوا معناها في سبرهم. بعث لي مستمع اسمه علي قال لي هذاك نعرفوه في قليبيا بحذانا ولا داعي في ذكر الاسم ديما كيكه.
شنو ديما كيك ديما كيك قال لي ديما ما يلبس الشمري ويدور مغروم ترزون مغروم ترزون اوكي اي تحيه لي لازم يكون عامل لوك كيك معناتها علي بن سليمان قال لي علي بن سليمان يسمع فينا ويسلم عليكم قال لك هذاك اللوك نتاعو ديما والله موهر هو كيف عنده وارد ثاني يكون بحار راه طارق كيما نجم يكون بحار ولا بحاف لا بحار لا بحار نجم يكون بحار خرج من بحره ولا تعدى البحاف وخرج هكا صحيح مع خاطر الشركه هذيك انا اعرفها انا نتاع بحاره اي باركونتر حاسس الي الشركه متكلفه اكثر من يعني الشركه هذيك في بالي بنت خالتي ضعت لها وقالت لي براكيني فيها واحد والله اسمع ابتسامته ماهيش نتاع واحد يبراكي تعرف اي لا لا انا بعض الظن يفهم فضلكم علي يلا شوفوا الصوره الثانيه شوفوا الصوره الثانيه واعطيني تفسيركم ليه قبل ما نعطيكم انا شنو هي بالحق الصوره الثانيه باش تعدى بحذانا يبدا نبدا بذي اي تصويره اي شنو هي هذه تعرف تنجم تحل مشاكلي الكل اوكي بريس كيشخيزك فيه فوالا وبالانرجي سولير تتشارج اي دونك علاقه في بلاصه وتشارجي لك ديريكت يعني شباب وكا اختراع برجوله هذه تعوض لك الباور بانك باور بانك فوالا بدل كل طارق شيء عندي شباب. عندي على حكي اذا محمول معناها اذا طارق في عند راه ما تخدمش في الشتاء عليه في الشمس اذا يعمل بالطاقه الشمسيه يجمع أشعة الشمس ويحولها الكهربي أيه. نجم تلصق على البلار بتاع الشبابك بلار الكهرباء في مكان عمومي وتجم تشحن بها معناها التليفون الحاجات اللي عندك تتشارجها تفهم اللي هذه الطاقة الشمسية عندي أيه. رجل خالتي وهذه قصة واقعية عمل لك البانو الفوق بتاع الطاقة الشمسية وغطاها خايف عليها من الشمس عمل البانو سولير أيه؟ وقال شمس أخويا برشا سيف السناء يقي غطاها أيه. طلع البول المشكله اللي هو صعيب وما نجموش يقنعوه لا حنين هذا حنين ريت ساعات ياكد لك الساعات ما لازمش الواحد يتقوى على مخه لازمك ساعه برشا اي فهمت ديما نقعدوا في الحدود نتاعنا المعقول علاش تقذر لي طارق شنو علاش تقذر لي والله لا اي والله ظلمني يلا سيدي مسلم معاكم حتى للتسعه نتاع الليل في نوفيل جينيراسيون فاصل راجعين بعد شويه من السبعة للتسعة متاع الليل نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي السبعة وخمسة وعشرين دقيقة موصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون سلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا في راس من الجزائر زيري وعيش في فرنسا يسلم عليكم كل الفريق مروان بوزين خوا خوا يسلم عليك اندي زاد اللي دلع عسلي هلو هلو احمد عجيمي يا الخو ذي الجندوبي اهلا وسهلا اش تعملتي هنا ساعة مش بالخميس مش ما ما قلت برا خنجي اليوم تحشتم على الاخر يعيش هنية هذه ولا سيئ كريف دوزيم هو اللي يجي يحصل هوني هاي اللي يجي يخرج اللي يجي يخرج كنتي طارق باركونتر بعثوا لي انترفيو بتاع عبد البارح ضر في راديو اخرى قالوا له شنو احلامك قالوا نحب نولي انيماتريس سامحني هكا مروان يقول له انيماتور مش انيماتريس اللي كنت راهو كان يبدا اسمه بالليديا انا طلعت انا انيماتريس مش انيماتور كيفاش ما تحب لي انيماتريس وقالت قاعده نتعلم في فين بعد فك بلاستي وين وقالت فك بلاستي ونبدل الكيب اي ماشي بالك قالت دخلت للراديو من الاول يقصوا علي اما تو تحسنت وليت نقص عليهم اي صحيح حسيتهم اللي هي تعمل في نضال هم العباد تفضل عباد بعثت لي عباد بعثت لي مساجات طارق قالوا لي يا اخي باش نعملوا لها ليديا يسخنوا لها نهدوا فيها في فيم تهديدات والله شنو كنت معذبه اول ما بديت معاكم تخليونيش نتكلم انا نجي نتكلم وليت تقول كلكم تقصوا علي اما قلت توا اي فما تحسن وليت كي تجيو تقصوا علي حتى نعاود نقص عليكم مره اخرى فهم فسرت الراديو بطريقه مختلفه قلت لهم كانوا يقصوا علي توا تقص عليهم معناتها انا نخدم معناها انا نخدم نقص في الراديو صحيح انا امي تعمل في اللي داك قصص قصص قص صحيح ايوه فما حاجه ما اقوى من هكا برشا اللي هي عجبتني على الاخر قالت له ليكيب وكذا قال وي ليكيب عندهم اكسبيريونس اكثر مني دونك هذاك علاش انا ما وين الموهبه صحيح الموهبه اخي مانيش موهوبين ليديا شنو فما موهبه فما اون اكسبيريونس دا انت ترى لي الحكايه اكسبيريونس عرفت مروان يجيو يقيموا في جوار سنه ناجح تي عنده 20 سنه في البوست هذاك فوالا هذا ينجح صحيح والله بون انا خدتني سبورتيف دونك في السبور عندنا ديما فكره للاكسبيريونس عندها دور كبير برشا في البيرفورمانس عمره 18 صحيح
اما الاكسبيريونس ديما فا عندها معناتها معناتها شي اقل كلمه قالتها ليدا البارح في الانترفيو معناتها معناتها ليه ليه برامو متهمين عليها متهمين عليها هي روبريك اسمها معناتها فهمت معناتها اللي مكتور قالها كل 5 سكوند قول معناتها سعيد يا اخي عملت ايفور قالتها كل 2 سكوند تحية لصلاح الدين اللي صلاح الدين سكوحي والله والله العظيم يا طارق البارح بالحق فخور بها ليدا والله عجبتني برشا وقديش خرجت محلاها في الـ في الـ في, الـ في وقديش تعرف تحكي وفخور بها بلا نورتنا انا زاد فخور بليديا مزيك نورتنا اي وتحيه لصلاح الدين سكوحي زميلنا في الباهي برشا محلاه انترفيو جميل مع ليديا انا عمري في حياتي ما نكمل انترفيو في العالم ابو والله مش عمرك ما حياتي ما تكمل عمرك ما عملت انترفيو ليه عمري ما نكمل نتفرج في انترفيو دو ا جوسكا زي اوكي انا كون كل شيء في التلفزه وانا قاعد وما نكملوش جمله دونك البارح كملت انترفيو نتاع ليديا سي كو منظم مريقل وفي اخي كنت عملت انا انترفيو في ام تونيزيا ما كملتوش في بالك فقت بيه بالزهر بالك انا فقت اللي انت تحكي علينا في التلفزه واحنا في بالناش ابو لا وانا والله تو سمعتهم في واش قال احنا نخدموا على المايونيز واحنا رانا مع بعضنا كيفيه نخدموا برشا حب انت ترى في حب واحنا نخدموا لهنا تخدم على يا اخي مروان يا اخي مروان يحبنا ما فهمتش يلا سيدي برشا كره نتعديو للقصب هاي القصب على السلامة مرحبا بكم في القصبجي كالعادة باش نحكيو على الغنيات وبربي قبل ما نبداو القصبجي لليوم طارق نحب نقدم تحية للرابريت التوينس الكل ونقول لهم راهو ما غير ما تنغرو من غير راهو جوست تنبير خاطر فما برشا من غير ما تنغرو جوست تنبير اي عندي حق النبر عندي حق النبر وقت اللي ندخل في الشخصي وقتها مع الرسمي ما عنديش حق كي نحكيو على حاجات مثلا احمد العجيمي باش يولي مشهور على الاخر في الاعمال نتاعك نقول اللي نحب عليه راهو احمد فهمتني اما كي ندخل في شخصك وقتها بالرسمي نعمل في حاجه غلطه هكا ولا وي بي دونك تحيه للرابوريت الكل واغلبيتهم راه ما يتغشوش فما كابتن وكعب نرجعوا اليوم للدوسر صديقنا الرابور الجديد وصلون دوسر قدموا له تحيه ونقولوا رانا نشجعوك بيان سور وراك باش توصل بالكدا اما زيد نعاودوا نسمعوا اكستريم الاغنيه اللي فقت بها البارح اللي ما كنتش نعرفها رغم هذا رغم هذا خلينا نسمعوا الاكستريم تاع الاغنيه طيب قد ايه عمره هو عمره 12 سنه قال بيبي كان تحب الميكانيك خلي تو نجي اكع ترونتينات عمره نحب نقول لك اللي راهو البريمي ابارتير من 18 سنه ديجا معناها كان تحب الميكانيك خلي تو نجيك اي ومش بالضروره 18 معناها فما ناس 25 ومازال ومازال اما 25 اما قال ما قال فازه حلوه في الاغنيه اسمها ومازلنا اي ومازلنا اما ما عجبني في فازه ذكيه على الاخر قال كل يوم في باري اما من غير ما تفيقوا بي معناها يمشي للساريات من غير ما تفيقوا بيه دونك لوجيك الحكايه باري بارتي بارتي ان انجلش بارتي باري اوكي لايك امريكان اكسنت اوكي خلينا نتحدوا البارتي الثانيه نسمعوا الاغنيه هذه نتاع رابور مصري اسمه احمد الفيشاوي نحب نقول له راهو احمد الفيشاوي ممثل قبل ما يكون رابور فوالا نحب نقول له صح يتخليك خويا في التمثيل راك ممثل قوي برشا ساعات الراب راوي خلنا نسمع بعضنا خلنا نمشي اعطينا البارتي هذه اعطيني خويا اللي يمشي على الرصيف بعد الخريف بنصكم بعد التكييف كان لازم يجيله برد جديد كان لازم يلبس نمبر 2 لازم يلبس نمبر 2 بس انتوا اللي صار بعتوه كان لازم تستحق نمبر 2 ذي عملها على كلاش محمد رمضان وقتها نمبر 1 اي قال له اللي يمشي على الرصيف من غير كبوت يمرض في الخريف اي كلاش في بالك محمد رمضان حتى مساق حتى فراري ليلتها من وقتها من قال ذي الراب انا باش نبطلوا بعد الكلاش هذا نتاع الفيشاوي وبعد النصيحه العظيمه هذه اللي يمشي على الرصيف هو مش لابس في الخريف راهو يجيه برد من التكييف بيه ابون تدمر مغرب الميتيو محمد رمضان تدمر يمشيوا توا خويا لبنان الشقيقه نسمع هو احمد الفيشاوي ولد الممثل الكبير فاروق الفيشاوي اي لا يمنع انه ينجم يكون رابر فيشل لا جست ذكرت معلومه انا كي نبدا ابن كذا كذا هذاك بابا وهذا انا اي ما ديما كي يبدا فوق بوك فنان تبدا عندك معناها الروح الفنيه لمين نهدي ها شفنا مثلا روح فنيه موجوده في محمد علي نهدي والله ارتست مخرج كبير محمد علي نهدي خدم برشا خدم طياره على الاخر والله وحتى خدم برا وفي تونس وممثل باهي ومحليه تحيه وبارونتيز صغير وحتى وليد النهدي ده ممثل قوي برشا وحتى كيمثل في جاريه حموده شدك على الاخر في التمثيل يمكن شويه في الراب والواحد ما نجحتش معاه ما نتصور تو يقدم ويتحسن على الاخر نسمعوا اخويا لبنان الراب في لبنان انا راني مانيش مقتنع به بيرسونال ما نجمش نقبل
اللبناني يغني راب عخام. انا اللي دمرت الهيكل ما بيعصى شقفه حخام افهام بعالم تاني قاعد بعالم تاني سفل يلا 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 انا والله في لبناني يا اخي خليهم في وائل كفوري يقبرني هالراب شو حلو احنا الراب هنا وبرازيل نظموها في السهريه والشنعه وغادي في الترويقه سبيح عايش خويا الراب كي ما يبديش باب جديد فهمتني حيث تذامن فما حومه فما باقرا فما علاش اخترت الناس هذوما عاد احنا في رادس وزارع نعرف ما فهمتنيش نقطتي كيما انا فما قصه فما حومه شعبيه فما حومه فما وجيعة تتكلم فما قهره فما عبد مشرشي فما عبد كلا ضرب فهمت ايوه باركونتر لبنان طارق مش تحطهم في الراب بحبيبي وتقبلني صحيه مش جيم منيا فما حتى في البلاد انت منين من قفصه هما ديرابير كبار في قفصه بيان سور ساوث سكول من اقدم العباد اللي موجودين في الراب انت ما تعرفهم جوست ما نعرفش الكلمه هكاك لا في انت منين من حملم ليه بلادك اه بعرات من جابس سليان سليان هما ديرابير في سليان وفي جابس يا دي الرابر تو خويا كيف جيم انت منين حي النصر ليه فما ديرابير حي النصر هذاك اللي يغني ام سي كاتشاب معروف ليدي انت منين عنا توتو مرسى هوليود ليه نحكي على البلاد مرسى من تونس ما تعرفش بلادك 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 من باب العسل مسل بلاد في العيد الكبير ما تروحش مش قلت لك كيف العيد الكبير ما تروحش يا اخي بدي بشوف عيد الكبير في دارهم انا وين نمشي تقعد في الدار هذيك حكاية طويلة الكيف غريبة مروان هاي باهي خويا اما توا باش نحكيو سيريو الاولاد توا ذا رابور العبسي رابور من اقدم لي رابور اللي عندنا في تونس عصام العبسي القمح خويا قاعد يخدم في خدمة طيارة وشبابة على الاخر وقاعد توا يخرج في كليبات طيارة على الاخر ديجا اليوم هبط الكليب نتاعو الدنيا نفوس نسمع مع بعضنا اكستري ونقول لعباد يتفرجوا فيه على اليوتيوب كليب طيارة وكلمات قوية قوية بالكدا نسمع مع بعض يلا اكستري هذا القمح وانا في اللي نصدره واللي ما يقدر ما نقدره ومعنا مصر حتى كانت بتتسطره ما والملح كان اللي شق معايا فطره وزيدوا نبره واعطانا من ايوب صبره طاح جمله وما طاحتش كي غدره مثل عدو سابوتاج سابوتاج القصب يا نتوينس اللي قاعدين تتفرجوا في اللايف تو في اي اف ام تي في قاعد يصير لي سابوتاج على الفقره نتاعي انا ما زلت ما كملتش وقص عليا بالجينجل حاب يوفي لي الوقت نتاعي ايوه ها وما زلت نحكي لكم فما سابوتاج قاعد يصير صحيح ايوه القصبجي شكون احمد رامي عدو القصبجي قبل كان ولا احنا قديم لا اسمعني خلينا نحب نوصل الفقره نتاعي عايشك توا اون بوكل نعاودوها من الاول دونك قصبجي لليوم ونعاودو نحكيو نعاودها دونك هذه شنو كان دونك هذه كانت قصبجي لليوم ننصحكم الناس الكل تابعوه تفرجوا فيه على يوتيوب وتابعونا في نوفيل جينيراسيون نتقابلوا في قصبجي غدوه ان شاء الله حاس روحي قاعد نحلم اللي قاعد يصير عادي يا اخي ساعه جينجل يا برامون قاعد نعمل قصبجي في كشمار نسميوها نوفيل جينجل يلا سيدي موصلين معكم حتى لل حتى الجينجل تاع القصبجي اي سيدي ريتمك يبدا مدير الاذاعه مش حاضر يبداو التكنيسيانات يلعبوا هك اسم العثماني الاسمر دوني سامحوني سامحوني فما ما اللي يخدم في الداليباي يخدم معنا هو اللي يعمل في ذاكل هو اللي في ذي القويد عرفتوها انت يا مدير برمجه كانك تسمع رامون العمله ذير القصبجي وصلنا معكم حتى لتسعة عم تعليل اسم العثماني الاسمر دوني راجعين معكم بعد شويه من السبعة للتسعة متاع الليل نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي السبعة واحد واربعين دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون مصين حتى لتسعة متاع الليل تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة على يميني مروان بوزين مونغا تي مونغا سيوغا ليديا العسلي هلو هلو ريال جندوبي اهلا وسهلا احمد العجيمي بونسوار بونسوار رياض لايو جزائري اخر يسلم عليكم من فرنسا كل الفريق تحيه ليه والناس الكل يسمعوا فينا الجزائريه اللي في الجزائر ولا خارج الجزائر مروان عندك كلمه بسرعه نحب تحيه لعصام العبسي ونقولوا بون كوراج انا ارتست كومبلي ابار الراب زيد ممثل شفناه في النوبه وشفناه في برشا اعمال اخرى قول له خويا حظ موفق وان شاء الله برشا نجاح وبرشا سكسي ان شاء الله قول المخرج يعطيك الصحة سي القشبجي وتحية للي تعدوا معك الكل في الفقرة هذه تلتحق بينا نورهان بوعبانة أهلا وسهلا
اقرب لي اكثر للميكرو هكا مش نحس لعيشك اكثر لعيشك اقوى شويه لعيشك اهلا اي هكا هكا حسيت بالشكر هكا حسيت بالشكر عنا شويه موسيقى يذهل اي عنا برشا موسيقى برشا موسيقى باه شنو هي الاغنيه الاولى الساعه اللي باش نسمعوها قلت نسمعكم شويه نخرج وتا كنت في تونس دونك قلت خلينا نسمعكم شويه نسمعكم شويه انجلي دونك باش نغني لكم زومبي الكرامبريز هذه اون فيت اول اغنيه تعلمتها دونك انا جيت باش نعاودها قدام وعرفنا بروحك قبل ما تغنينا نورهان نورهان بعبينا جي 27 عام نخدم اون طونك تكنيسيان اون بيدياتري نخدم في كلينيك بيدياتريك في لوبلونس و اون ميم طون نعمل موسيقى خاطرها حاجه نحبها العجيب مش قلت لي عندك شكون تحب تداوي وما عندكمش حقها وعندك شكون يحب يدخل لك بلاش لا لا تراك الحمد لله في صحة جيدة الحمد لله في صحة جيدة ما استحقش باه يلا نورهان مالا نسمعوا الأغنية الأولانية يلا هاي سيدي بسم الله Thank you.
الله 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 حسيت روحي ان لاف هو اغزمون اغزمون البنات ما خذوكمش الكلكم في الديجيتال خاطر بالحق مسرحيه خرجت فيهم وجوه حاجه ياسر خايبه اغزمون العباد في اي اف ام تي في تفرجوا كان في كنتي والله والله عملت ديو في المون والله عملت ديو في المون عرفتك اللي تمشي لعرس ولد خالتك وتحش تحت تحت عملهم الكل والله والله مش نورمال انا نحس في روحي زومبي والله العظيم ان يور هيد ان يور ملا شيخ ملا شيخ برافو نورهان يعطيك الصحة نعملوا فخرة خفيفة ونرفعوا لك انت انا ماذا بيا ساعتين تغني نورهان بالحق ماذا بيك والله للاسف مش انت تحكم والله بركل عليك نورهان والله يلا نمشيو تو سويتش شنيا تحب تقول له شنيا تحب تقول له نورهان ما يحب يقولوا حد شيء برافو 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 شوف شفت لحظه سامحوني نحب نوضح حاجه للمستمعين نورهان اي حاجه بتقولها انا معاها بالحق ليه بالحق عند الحق في كل شيء والله اي حاجه اي حاجه شو هي مخطوبه راه ما انت مش لاك على مخطوبه ليه اي حاجه انا عرفتك انا عابد انا عابد كي غني يبدا هكا ويملك لك الروح نتاعك وكل شيء سي بون يلا شبيب باي شنو تحب تقول اللي جاب فكره روبوات اللي تخدم بلاصه العباد والله باش تحل برشا باش تحل برشا مشاكل في تونس عليه خاطر احنا عندنا مشكله كبيره برشا نتاع عنوسه في تونس عنوسه في تونس دو فاسون البنات سهله تختار الروبو كيما تحب هي بالمواصفات اللي حاجتها بيه وتاخذو افيك سا ديما باش تقارن الروبو نتاعها بالروبو نتاع صاحبتها تصور طفل انت تونسيه قاعده خارجه في رونديفو مع روبو وتقول له كان جيت مركز معايا راك فهمتني صحيح هي اللي مبرمجته وتقول له ما فهمتنيش شكل ما فهمتنيش ما كمان وتقولوا مانيش فاهم روح الروبو تصير له كريز دي دونتيتي عرفت ما فهم شيء اي باقي مروان نقولوا هذيك الزهره اهلا بالروبو مرحبا روبو زعيان بحليكم نوبل جيني غاديون كيس حيز برجولية والله شايفها برجولية هو روبو روبو مبرانشي بورديناتور في مصدر لي يخزر لي مش مبرانشي بورديناتور هو روبو كان باش يولي فما برشا روبوات باش يدخلوا لتونس دونك باش يتبرمجوا على الشعب التونسي فوالا دونك باش يوليوا روبوات تونس معناتها تلقى عادي روبو ينطر دونك انت باش تجيب روبو خاطر تعيش وحدك وتحبوا يعاونك ما تحبش تهبط تطيش الزبله ما تحبش كذا كذا تبرمجوا عندك جمعه الروبو مريقل فهمتني ثم عايش خويا خلو مسيو روبو باللي هبط زبلة عابد انت انا تعب انا تعب بعد تولي بكلام ما يتعداش في الراديو صحيت طارق الروبو الوحيد مش يولي يحكي كلام زيت في العالم الروبو التونسي العجيم الروبو في العلاقات كيف يكون زعما علاقات مثلا رومانسية بش يكون في ديل في ديل خاطر الطفلة بش تبرمجوا في ديل وتخونوا هي وعلى تلقى الطفلة تخون روبو مع روبو اخر عادي باهي كان جاي مثلا روبو انيماتور كيفاش يكون هاك انت تر شنو هاك انت روبوني مثلا امبرمج راه حاجه تقول فيهم مروان والله طارق راهو تخوف العيشه نتاع الروبوات راه خاطر ينجموا يخرجوا على السيطره كيما صار في الافلام اللي تفرجنا فيهم كيما في الموسيقى وفرامون الحاجات اللي تفرجنا فيهم ونتصورناهم برشا خيال توا بالوقت قاعدين نعيشوا فيهم ولينا برامون بديت نصدق انا يعني اللي باش يولي فما روبوات في الشارع كيما قال لك روبوات ما زلت حاجه بركه تنقصهم الاحساس كان روبو يولي يحس مشكلة أخوي سيء انت هاك انت عبد وما تحسش مروان تحب تطلب انه والله مروان شك في روبو تحب تطلب معناتها من من روبو انه باش يحس ساعة سا ديبون هو اسكو جاي من برا والا لا خاطر مشكلة كبيرة برشا انت تخيل كان جاي من برا راهو فما مصارن باش تقعد في الديوان انت تخيلوا باش يجي كامل معناتها ماشي شيء راهو كامل امبوسيبل سورتو مع الديوان يجي ناقص قطايع روبو روبو تونسي روبوتوس روبوت اكتسحوا العالم تو شنو روبوت اي بيان سور اكتسحوا العالم وتو بالانتيليجنس ارتيفيسيال داخلين في موندو كبير برشا راهو اي تو اما تخيل بالرسمي كيف حكيت لي دي النص قطايع باش تتفك في الديوان هذه الحاجه الاولانيه وكان باش يصنعوه في تونس باش يتصنع هو بيخفي ساره وكان يتعاركوا وصحته تنحي له فيسا عرفت انت اسكت عليا اسكت تو الفنانين زاد يوليو قال لك الفنانين هذوما الشبيبه باش يوليو زاد يديروا بول عشان يولي روبو يغني ما ولكن معناك تقولوا بروفو ما يحسش يعملوا نقابه خاطر الفنان احساس طارق صراحه اي اسمح انت تخيل شمس الدين باش اشد روبو يعلم فيك في الشراع روبو شمس اعطيني زومبي بالصوت روبوتيك شو الفنان طرق بالاحساس روبو ماهوش يحس
مش باش يخرج لك ايموسيون معناها كوميدي. شو معناها باش نعيش ربوات معناها باش تلقاني في اليهوديه ماشي نشري في دين انا. انا باش تلقاني هاو في اليهوديه يقول لي راه ما فماش هذوما خويا راه الجمعه الجايه نجيبوا ساقين نتاع ربوات. اعطيني زومبي بصوت الروبو يغني. زومبي زومبي ان يو اي يغني هكا ولا؟ انا روبو. باهي شنو تحب تقول اللي جاب فكرة تغليف السنين بالذهب العجيمي؟ تغليف السنين بالذهب؟ اي تي هو جدك توفى ما كفناهوش ما غلفناهوش. هو راهو لطف يا رب لطف يا رب الله يرحمه. احنا عندنا الجريري نتاع دارنا ما مش مغلفين. فما بالك سنين خلي عاد سنين ساعة ما نحكيوش على المخادد نتاع دارنا. كل مخدة مغلفة بنوع. هما أصلا أول كما شريتهم ما معناتها مغلفين كيف كيف. أم بعد ما فهمتش كل مخدة تشد ثنية فهمت. خلي عاد باش نتفاهموا أنه مش نغلفوا سنة بالذهب. لا سامح لي شنو معناها سنين بالذهب؟ معناها نعمل سنين بالذهب وبعد ناكل كفتيجي وفريكاسيه. صحيح سنين بالذهب لازم تاكل بهم حاجة معتبرة معناها لازم ماكلة معينة. وراه اسمع ما تصير ديما ظروف مثلا في العيلة الأم تمشي تبيع ذهبها مثلا في الحالة هذه تقول وريت يا خسرت ثنية فيك. خسرت فمي على خاطرك. خسرت فمي فيك. في البركة كيفاه مروان؟ يبدا واحد داخل فم خويا تشري. هو ما اسمع ما عادش تفهم بركة وإلا ما تبرش دي دونتيست ملمومين في البركة ما عادش فما صيغية. تلقى دي دونتيست الفاكولتي دي ميدسين دونتير متاع المستير الكل تلقاها كل في البركة كلهم غادي ينقوسيو غادي. قبل سي قبل معناها جدودنا وكل كانت الممات والممات الممات والجد الممات والممات الممات والجد يا ربي ثنيهم بالذهب بني بالذهب ولا بالفضة زادة بدها صحيحة الحكاية هذه. صحيح أنا بالرسم أنا خطر عندي ولد عمي مماتي يرحمها قعد آخر واحد شيفة قبل ما ندفنوه أبو وبتاع شوية وبراموت خلي سرقلها في خطر بعد ما توفيت يرحمها خذي كرهة. اسمعني دونك لوجيك مو خذي نيب دونك خذي اللي نيب خوية خذي بيوم كرهة خذي نيب. بيه نورهان أهلا. الصوت الذهبي مش السنين الذهبية شنو نسمعه توا يلا نختموا الساعة الأولى باش نسمعكم غير انت لسعاد ميسي. عجبتني كيف حسب تروح سعاد ميسي يا اخي ميسي عنده اخته تغني. اي ليه سعاد ميسي يا سعاد ميسي انا راني فان بسعاد ميسي. اي بالحق سعاد ميسي حاجه خشينه وعندها برشا ما بتتغنيش سعاد ميسي ولا هبطت من عرفت. لا عندها برشا ما هبطت عندها برشا عندها مديده الفيو ديبريسيون شويه صراحه. انا نحب منير نيمار نحب منير نيمار اكثر برشا. هاتوا نشوفوا له كونتر سون نورهان يلا سعاد ميسي. اي سيدي اي بسم الله يا ربي. ديرني في بالي يلي نهواك انا قلبي اختاري قلبي اختارك ومصيبتي توا اليوم راك معايا وغدوة يدرى حوال الدنيا حوال الدنيا حلوة ومرة ديرني في بالي يلي نهواك انا قلبي اختاري قلبي اختارك وما سيبت دوا اليوم راك معايا غدوة يدرى أحوال الدنيا أحوال الدنيا حلوة ومرة غير انت غير انت ها غير انت اللي دخلت القلبي غير انت ها غير انت اللي ساكن قلبي حالي محيرني ليلي مسهرني وعلش يا عمري حرم يا عمري تعذيب فيا ربي عما يدوم والورد يذبال وانا حالي معذور حالي معذور ديرني في البال غير انت آه غير انت آه غير انت
انت غير انت ها غير انت اللي ساكن قلبي غير انت غير انت ها غير انت اللي دخلت قلبي. الله الله نورهن بوعبينا برافو يعني والله فيرسون نتاعها ياسر مزيان جميله جدا. زدتوا تسمعوا معنا نورهن في الساعه اللي انا فان وليد صحيح والله انا والله والله فان تابعوا نتن احمد راه تابعوا فما راجل تغني له غير انت هكا ويخونها ها وما يحبهاش ما يحبهاش ديجا انا ديجا غير انت اللي ما تخلق موصل معكم حتى موصل معكم حتى للتسعة متاع الليل في نوفيل جينيراسيون الاخبار راجعين معكم باتشوي